اول جزء في السمول انتستين اللي هو الديودينام، ادي الديودينام اهو، ده بيقولوا عليه الفيكسد بارت اوف ذا سمول انتستين، يعني ده الجزء الثابت من السمول انتستين، وده شكله سي شيب، ادي هنا ده شكله هنا ايه سي شيب. انسيركل البنكرياس، ادي هنا ده البنكرياس اهو، والمفروض انه بيطلع منه بروز كده، ده الهيد اوف ذا بنكرياس، بيطلع منها بروز اللي اسمه انسينويت بروسيس. طبعا الديودينم محوط حوالين الاثنين زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الديودينم سي شيب محوط حوالين الهيد اوف ذا بنكرياس والانسينويت بروسيس بتاعته، ادي الهيد اوف ذا بنكرياس وادي الديودينم اهو محوط الهيد اهي. طبعا الديودينم فيه جزء هوريزونتال اللي هو الاول فيرست بارت، سكند بارت فيرتيكال، ثيرد بارت هوريزونتال، والفورث بارت اسندنج ابورز، يبقى هنا ايه فيرتيكال، يبقى ادي الفيرست بارت، ادي السكند بارت، ادي الثيرد بارت، وهنا الفورث بارت. هنا الفيرست بارت الهوريزونتال اللي هو ده، عباره اولا الديودينم على بعضه عباره عن 10 انشز، الفيرست بارت 2 انش اللي هو الهوريزونتال بارت ده 10 انش، وده بيبقى عند الليفل بتاع الفيرست لمبر فيرتبرا، يعني ده الليفل بتاع الفيرست لمبر فيرتبرا. سكند بارت ده بيبقى 3 انشز ويبقى ايه فيرتيكال، الثيرد بارت بيبقى عند الليفل بتاع الثيرد لمبر فيرتبري، وهنا بيبقى ده عبارة عن 4 انشز، الفورث بارت 1 انش، يبقى كل الديودينم عبارة عن 10 انشز، يبقى الديودينم 10 انشز، دي فيرست بارت 2 انش، سكند بارت 3 انش، ثيرد بارت 4 انش، والفورث بارت عبارة عن 1 انش، دول فورث بارت اوف ذا ديودينم، والمفروض هنا في الهيد اوف ذا بنكرياس.